وعلى مدار 50 يوما من الحرب لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية ليس فقط ضد المدنيين وإنما بحق الصحفيين والإعلاميين بهدف التعتيم على جرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة والضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة. وعلى الرغم من الحماية القانونية المفترض أن يتمتع بها الإعلاميون، هذا ويعمل الزملاء من المراسلين والصحفيين في المناطق المحتلة في أوضاع غاية في الصعوبة تفاقمت أكثر منذ بدء التصعيد الشهر الماضي. للاقتراب طبعا أكثر من هذا المشهد تنضم لنا من القاهرة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس. دانا، بعد التحية، أنت تكلمين اليوم من القاهرة وليس من القدس. هنا دعيني أسألك، كونك كصحفية، ما أبرز الانتهاكات التي رصدتيها من قبل قوات جيش الاحتلال في القدس بعد هذه الحرب، بعد 7 أكتوبر، والتي يعني يمكن لم تكن موجودة حتى في حروب السابقة؟ نعم، بعد التحية، يعني أنا اليوم من أرض كما قلت مصرية الهوية ولكن فلسطينية الهوى، وهذا ما شعرت فيه فعلا من اليوم الأول منذ تواجدي في القاهرة. يعني هنالك تعاطف وتضامن وإسناد حقيقي وفعلي لأهالينا في فلسطين وتحديدا في القدس الضفة وفي قطاع غزة، وهذا ما يمدنا في القوة لاستمرار إيصال هذه الرسالة. بتنا اليوم في مدينة القدس وخاصة كصحفيين الصوت الذي ينقل هذه الرواية، ينقل هذه المعاناة من رحم المعاناة إلى أهلينا في الشعوب العربية، الذي لولا هذه الحواجز ولولا هذه الإغلاقات والحصارات لكانوا بيننا في الشوارع يجابهون هذا المحتل. ولكن أنت كصحفي كونك فلسطيني فهذا يعني أنه يمنع عليك التواجد في الميدان. هنالك يعني إجراءات معقدة جدا تحتاجين إليها لوجودك في الميدان، وتتمثل في بطاقات تعريف وما إلى ذلك. لا يتم الاعتراف عادة في البطاقة الصحافة الفلسطينية أو حتى بطاقة الصحافة العالمية. أهم من ذلك لا يتم الاعتراف بكلا البطاقتين، يعني لا العالمية ولا حتى الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال. صحيح، يعني هذا واضح، وسياسة الكلب بمكيالين تكون واضحة ومترجمة فعليا على أرض الواقع في الميدان. يسمح للصحفي المستوطن الإسرائيلي بالتواجد والتجول وإجراء المقابلات وحتى اجتياز الحواجز والمتاريس الحديدية التي تحول دون المصلين للوصول إلى المسجد الأقصى أو إلى البلدة القديمة. في المقابل نحن كفلسطينيين نقمع، نضرب ونعتقل، وهذا كان مثال حي عما تعرضنا إليه نحن كطواقم القاهرة الإخبارية والعديد من الزملاء. يعني بين شهيد وجريح وأسير كان هناك، يعني نتحدث عما يزيد على 60 شهيد من الحركة الصحفية الفلسطينية من قطاع غزة. عدا عن ذلك وعلى رأس هؤلاء الصحفيين شيرين أبو عاقلة ابنة مدينة القدس التي كانت ترتدي الزي الذي يدلل على هويتها الصحفية وتم اقتناصها. ونحن جميعنا على خطى شيرين أبو عاقلة لأننا نواجه محتل يحاول حجب الكلمة، يحاول حجب الصورة لإخفاء الحقيقة والوجه الحقيقي لهذا المحتل الذي يدعي بأنه دولة ديمقراطية وبأنه يسمح بحرية الرأي والتعبير. أهم ما يواجهنا هناك هي العراقيل، المتاريس، الحواجز العسكرية. أنا ابنة مدينة القدس لا أستطيع الوصول للتغطية في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن فلسطين التاريخية في مساحة يعني تزيد على 27,000 كيلومتر، لا أستطيع التنقل فيها بحرية. حتى زملائي، أنا لم ألتقي حتى اللحظة في زميلتنا ومراسلتنا ولاء في الضفة وفي قطاع غزة بسبب عدم حصولهم على الأوراق الرسمية أو التصاريح اللازمة لدخول مدينة القدس. لربما نلتقي في مكان عربي. طيب يا دانا، كيف تواجهين كل هذه التضييقات، كل هذه ربما القيود المفروضة على عملكم في القدس؟ يعني نحن أصحاب رسالة، ويعني واجبنا الوطني قبل المهني يحتم علينا الاستمرار في الميدان والاستمرار في نقل الصورة والرسالة. هم يريدون هكذا، يريدون حجب الصورة، يريدون زرع وبث الخوف في نفوسنا لعدم تواجدنا في الميدان لتبقى فقط الرواية الإسرائيلية، ويبقون هم من يصدرون هذه الرواية إلى العالم الخارجي. لذلك يحاولون إرهابنا سواء بغرف التحقيق أو حتى في المساءلات القانونية أو حتى بالتهديد بسحب الإقامة المقدسية ونفيك إلى الضفة الغربية كما يقولون في أغلب التحقيقات مع الصحفيين. ولكن هنالك، يعني كما قلت، هنالك أسمى من ذلك جميعا، وهو الوطن، ونحن جنود لهذا الوطن وجنود لهذه الكلمة ولهذا العمل المهني الصحفي. هنالك واجب يتحتم علينا قبل الحديث عن يعني الواجب الميداني والواجب المهني. نحن نريد إيصال صوتنا للعالم أجمع ليعرفوا الحقيقة وما يجري في القدس تحديدا من اعتداءات ليس
فقط محصورة على قوات الاحتلال بل على المستوطنين، لذلك ترينا لا نخاف هذا المحتل لأنه نعرف أنه فقط يجابه الكلمة والصورة والقلم فقط في قوة السلاح بقوة العسكر، ونحن كل يقاوم في طريقته. يعني أنا موجودة كصحفية ولكن يعني أمارس نوع من المقاومة ضد هذا الاحتلال في طريقة معينة. طيب يعني عند هذه النقطة تمارسين نوع من المقاومة دانا، هل لك أن ترصدي لنا ربما بعض المواقف الشخصية من ربما أي اعتداء تحقيق جرى معك خلال تغطيتك لهذه الفترة من الحرب في القدس المحتلة؟ هل حصل معك يعني أي مواقف شخصية يمكن أن ترصديها؟ نعم صحيح، يعني دعينا نقول أن كان هنالك من أصعب الأيام عندما تواجدنا على الأسفلت في شوارع المدينة التي حولها المصلين والتي حولها المصلون عفوا إلى مساجد بسبب منع الاحتلال المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى. لم يكن هنالك مصلين فعلا قد غادروا المكان، ولكن كان هنالك توجيه لفوهة البنادق اتجاه الصحفيين اتجاهنا كقناة القاهرة الإخبارية، وتم إطلاق وابل من القنابل الغازية علينا، لم تسمح لنا في التقدم أو حتى الرجوع إلى الوراء، فبتنا بين وابل هذه القنابل الصوتية والقنابل الغازية. تأثرت وتعرضت للاختناق وتم نقلي إلى مستشفى في مدينة القدس على إثر هذه يعني الهجوم، ولكن بعد ساعة أو ساعتين أذكر أني قلت لهم أنا جاهزة للعمل من الميدان مجددا. عدا عن ذلك في جمعة سابقة أيضا كان مصور قناة القاهرة الإخبارية أيضا تعرض للضرب والإبعاد واستخدام العنف من قبل شرطة الاحتلال الذي أيضا قام بمحاولة تحطيم كاميرا القاهرة الإخبارية وإزاحته عن الطريق، وهذه باتت يعني للأسف مشاهد ومسلسل يومي يجابه الفلسطيني. لربما نحن في مدينة القدس الأقل ضررا في هذه الحرب ليس بفعل حنية وإنسانية الاحتلال، ولكن بفعل أن هنالك إغلاقات فيمنعنا أصلا من التواجد في الميدان. أهلينا في قطاع غزة الشهداء من يعني الصحفيين، من فقد منزله، من فقد مكان عمله، من فقد كل عائلته، يعني هذا يجعلنا نشعر لربما بأننا ننتقل من ناقلين للخبر بحد ذاته. طيب دانا ذكرتي أنه أيضا من ضمن هذه التضييقات اللي بتتم على الصحفيين بأنه من الممكن أن يلقى القبض عليهم أو من الممكن أن يتم إجراء تحقيقات معهم من قبل قوات الاحتلال، هل لك أن تطلعين ربما على أبرز التحذيرات التي من الممكن أن توجهها السلطات الاحتلال إلى الصحفيين أثناء التحقيق أو بعد القبض عليهم مثلا؟ يعني في تجربة شخصية لي قبل أعوام قليلة في عام 2019 تم اعتقالي من الميدان وتحويلي إلى مراكز التحقيق في المسكوبية في القدس المحتلة، وتم سؤال وتوجيه إلينا اتهامات أهمها وأبرزها التحريض على دولة إسرائيل وعلى مستوطني هذه الدولة، وهنالك ملفات مفتوحة عديدة، ملفات أمنية مفتوحة بحق العديد من الصحفيين، يتم توجيه العديد من التهم، نمنع من ممارسة عملنا ويجبروننا على التوقيع على هذا الاتفاق بيننا وبينهم بأن لا نعود إلى العمل، نرفض التوقيع على ذلك، لذلك نبقى في دائرة يعني الاستهداف من قبل الاحتلال. في كل مرة بعد أشهر يعاود الاتصال مثلا في شخصيا أو حتى في زملائي ويطلبهم للتوجه إلى التحقيق. خلال فترة تغطية الحرب كان هنالك مشروع سنه الكنيسة في القراءة الثالثة وقال بأن هنالك مناهضة الإرهاب، حتى وإن كان صحفي ينشر ويكتب منشورات عبر الفيسبوك فهذا يندرج ضمن التحريض ودعم منظمة إرهابية، لذلك كان هنالك اعتقال لزميلتي ميرفت العزة وأيضا لزميلنا المصور من قناة تركيا وأيضا لزميلنا آخر من مدينة القدس، وتم تمديد اعتقالهم في سجون الاحتلال وحتى تم منعهم من اللقاء في المحامي الخاص فيهم. هذه سياسة ممنهجة إن قلنا وإن يعني من النكبة مرورا بالنكسة وحتى يومنا هذا، فقط هدفها واحد هو إخفاء الصوت الفلسطيني لعدم تصدير الرواية الفلسطينية وفرض السردية والرواية الإسرائيلية. هل يتم إخفاء الصوت الفلسطيني فقط أم أنه حتى الصوت الغربي والدولي؟ يعني هنا دعيني أسألك كيف تتعامل ربما سلطات الاحتلال مع الإعلام الغربي والدولي؟ ما هي الاختلافات أيضا في التعامل بين الإعلام الفلسطيني والإعلام الدولي أو الغربي؟ من يؤيد ويوافق ويروج للسردية الإسرائيلية تريها تعاملها قوات الاحتلال في طريقة مغايرة مختلفة، وهنا كنت أقصد في البداية في حديثي عن سياسة الكيل بمكيالين، أي أن القنوات التي تروج وتمرر وتفسح المجال لمتحدثين إسرائيليين لتبرير جرائمهم تريها تدعم عملهم، تعطيهم التراخيص اللازمة للدخول حتى إلى داخل المستوطنات التي تم إفراغها من المستوطنين وتحديدا مستوطنات غلاف غزة، في المقابل
المقابل القناة التي تحمل سياسة دولة ترفض تمرير هذه الرواية والسردية الإسرائيلية تريها تعاملها كما ذكرت في العديد من العراقيل في العديد من الملاحقات أو إغلاق المكاتب، وكان آخرها إغلاق مكتب قناة الميادين في مدينة القدس، وكان قد سبقها إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، التلفزيون الرسمي لدولة فلسطين في داخل القدس المحتلة، لأنها تقول أن هذه هي حرب سيادة في القدس وبأن السيادة يجب أن تكون إسرائيلية. لذلك يعني كما يقال في العامية أو حتى في القدس الحبل جرار، ولربما يكون هنالك استهداف مؤسسات إعلامية أخرى في مدينة القدس بعد الانتهاء من الحرب والعدوان على أهلنا في قطاع غزة نتيجة التحريض المتواصل من قبل المستوطنين بأن يكون هنالك تهجير أو عدم يعني السماح بممارسة العمل الصحفي للفلسطيني الذي يقول أن هذه دولة احتلال، بل يجب أن يمجد هذه الدولة.